الوقوف للنشيد الوطني السعودي. شباب هلال بطبيعة الحال مباراة مغرية لعشاق كرة القدم سواء في المملكة أو محبي دوري روشن السعودي، لكن فيها تغطية بجانب يوسف وبعد ذلك أقرب إلى سعود عبد الحميد الكريري لاعب في وسط الهلال. كرة تصل إلى إيغالو ماريغا تمريرة التغطية وتدخل الفرصة هلالية محاولة للبحث عن حلول تصل إلى كنو تمريرة 14 لقاء فيها 9 انتصارات هلالية فوزين للشباب وثلاث تعادلات. خطأ يحتسب حكم المباراة تدخل في اللقطة الماضية وبعد ذلك خطأ بعد 8 دقائق لعب تقريبا في الشوط الأول من هذا اللقاء. الكرة والتغطية والتدخل هدف مبكر في هذه القمة كانوا على تنفيذ الخطأ كانوا حط الكرة لكنها أيضا في الجدار الدفاعي. تعود بعد ذلك إلى محمد كانوا لمسة إلى البريك أحد اللاعبين على الأرض بالسلامة إن شاء الله بالسلامة. حليبات المدرب للمدرب الآخر مدرب في ثنتي في شباب ولكن مباراة البطولات والتتويجات محاولة من جانب كريتشوبياك حلوة خطيرة بومينسا التمريرة لكن الدفاع تدخل كورة في منتهى الخطورة خليفة يتدخل أمام فرصة شبابية بدأ فيها تستقر لمسة من جانب ماريغا نحو سعود عبد الحميد البحث عن كرة عرضية خطيرة خطيرة من جانب موسى تغطي من متعب الحربي يلعب بالنار فرصة خطيرة لكرة تصل نحو جوانكا جوانكا محمد التسديد قوية كانت خطيرة جدا. هذا المكان حاول تصل عن طريق بوبيتزا جوانكا تسديدة أخرى قوية لكنها وتمريرة لسعود عبد الحميد. سعود يبحث عن كرة عرضية داخل المنطقة لكن الإبعاد من الدفاع الكرة أقرب إلى جوانكا سكور انتظار مينا سكور في جهة اليمنى بكرة عرضية خطيرة لكن سعود حطها الطاير مينا تظهرها الطاير مينا تات ميشيل خطيرة جدا ساعات الهلال مرات القليلة اللي حصل ميشيل يحاول اختراق خطيرة هلالية ميشيل تمريرة فيها تقرب كريتشوبياك كرة نشوفهم يعودون كثيرا للوراء لتأمين الدفاع كريتشوبياك أمام كاريو وفي الأخير الكرة إلى ركنية من جانب كريتشوبياك بما هلالية محاولة من جانب كاريو عرضية داخل المنطقة لكن الإبعاد من سانتوس سيقع طاري مرة ثانية الكرة طويلة للأمام سعود عبد الحميد في تأمينها بعد ذلك إلى عبد الله المعيوب البريك راسية فرصة متاحة وبعد ذلك أقرب إلى ميشيل تسديدة لكنها مرت وبعد ذلك إلى ضربة مرمى فرصة كانت الهلال في الهجوم مع كرة كاريو طويلة للأمام راسية ولكنها محاولة تمرير حلوة خطيرة باتجاه جوانكا تسديدة لكنها خطيرة اللقطة الماضية خطيرة اللقطة الماضية من والهجوم يهاجم ولكن بدون وصول المرمى متعب الحربي تسديدة لكنها سهلة ماريغا انتظار كرة من كاريو لكن الدفاع تدخل بالخطأ يا إلهي حلوة 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 يا ولد حلوة حلوة لعبتك يا ولد حلوة إيغالو لكنك بدون أن يتغير شيء على مستوى النتيجة رغم الدعم الجماهير الحق. If you give me literally 39 seconds, I'm going to show you exactly how I got over a million subscribers on YouTube without... عودة للوراء البريك بكرة خطيرة لإيغالو